الفقرة الثانية والفقرة اللي أنا أكتر حاجة كنت مفتقدها الفترة اللي فاتت كلها لأن الفقرة الثانية دي من الفقرات الثابتة عندي في البرنامج والفقرات اللي أنا على المستوى الشخصي كمية المعلومات اللي باخدها من ضيفي قصدي من صاحب البرنامج بتفيدني أنا على المستوى الشخصي يعني فاكر كويس قوي كنا عملنا حلقة من الحلقات كانت صعبة جدا كان حصلت الحريق بتاع السكة الحديد وساعتها ادينا كمية معلومات عن طريق ضيفي معلومات اعتقد فادتني على المستوى الشخصي وفادتكم كلكم على المستوى الشخصي ازاي نتعامل مع الحالات الطارئه والحريق ضيفي يعني يعني انا على المستوى الشخصي بيبقى هو مصدر من ضمن المصادر الاساسيه للمعلومات اي معلومه بتقف انا بتصل بيه بقول له المعلومه دي بتقول ايه فبيقول لي كذا ضيفي مثقف ضيفي خريج ازهر صيدلية الازهر ضيفي أه يعني انا سعدت كمان بساله في الدين وبساله في السياسه بساله في كل حاجه خالص بس هو الاساس هو راجل صيدلي هو أكتر من 25 سنه في مجال الدواء عشان كده واهم دواء ده هو ضلع اساسي في بدايه هذا البرنامج هو برنامج صحتك ثروتك خلينا نرحب بضيفكم الدكتور علي فرج المستشار الطبي الاقتصادي للبرنامج دكتور هاني صباح الفل عليك صباح الخير دكتور وشكرا على المقدمه الجميله دي اللي واجب انت عارف الحمد لله على السلامه والحمد لله على السلامة صحتك وصحتك ونتمنى ان شاء الله نبقى بنضيف للساده المشاهدين المعلومه الطبيه بشكل مبسط بحيث انهم يستفيدوا بيها ان شاء الله في الموسم الثالث خلي بالك احنا ده الهدف بتاع البرنامج تمام مش كده احنا دايما بنتكلم في الحته دي كل ما يخص الصحه ويخص الدواء وبنحاول نربط الاثنين مع بعض جميل وبشكل مبسط يعني هو الميزه ان احنا بنحاول بقدر الامكان ان المعلومه يستفيد بيها كل الساده المشاهدين ما يبقاش فيها يعني معلومه تقيله شويه ومحتاجه تفسير فده يمكن بيدي زخم للبرنامج وللاعداد والل... المشاهدين الحمد لله بتتزايد والحمد لله ظهر في الفتره اللي احنا توقفنا فيها فده كان دافع لينا ان احنا نرجع نكمل تاني ان شاء الله ونقدم حاجه مفيده باذن الله. بس انت مختار النهارده حاجه كده قويه الفيروس الغامض. يبقى قصه الفيروس طيب. الغامض طيب. وقبل ما نعرف قصه الفيروس الغامض احنا نتكلم على فيروسات محتاجين نفرق ما بين الفيروس والبكتيريا والفطريات طيب خلينا خلينا في الاول دكتور علاء يعني نقول ليه احنا اخترنا العنوان ده وليه قلنا طيب. فيروس طيب. الغامض طبعا الفتره اللي فاتت كان الحديث كله عن العدوى والفيروسات والميكروبات و... فحبينا نبسط الموضوع للساده المشاهدين يبقى يعني فيروس يعني كلمه فيروس بتعني ايه كلمه بكتيريا بتعني ايه طب لو حبينا نتكلم في الاول يعني ايه بكتيريا البكتيريا دي عباره عن كائنات دقيقه ما بتشافش من العين المجرده كلنا شفناها في المعامل في الكليات في الميكروسكوب الضوئي العادي شفنا البكتيريا وازاي انها بيبقى لها حركه وليها اشكال مختلفه ما تمام. بين اشكال كرويه واشكال تانية عصويه اشكال كتيره جدا ونوعيات وتقسيمات مختلفه تمام هي عباره عن كائنات وحادية الخلايا كائنات يعني إيه؟ اه خليه واحده فيها آه كل ما تتطلبه آه مظاهر الحياه هي. يعني فيها بروتين فيها اجهزه مصنعه ليه فيها معلومات وراثيه فيها آه آه اجهزه لانتاج الطاقه فيها, فيها يعني كل ما تتخيله حضرتك عباره عن مصنع صغير هي. البكتيريا آه دي في منها النافع وفي منها الضار تمام البكتيريا هي كائنات حيه سواء وجدت داخل كائن حي او موجوده في الطبيعه، هي كائنات حيه تستطيع انها تعيش وانها تتكاثر بشكل ذاتي، ما عندهاش آه. مشكله خالص في الموضوع. طب دي البكتيريا؟ طب ال ال الفيروسات؟ الفيروسات هي كائنات اصغر شويه من البكتيريا، يعني لو قلنا ان البكتيريا بي بيتراوح آآ يعني ابعادها من واحد على ألف الم المليمتر. م. ال الفيروسات واحد على مية من الواحد على ألف اه يعني هي اقل, أقل حجم من البكتيريا اللي هي اصلا البكتيريا مش متشافه بالظبط يا يعني بالك بقى بالفيروس بالظبط وده ده ليه قصه يعني تم اكتشاف الموضوع ده مم. في سنه 1938 وهاجي لحضرتك بالتفصيل ايه اللي حصل يعني فدي الفيروسات انما الفيروسات في تعريفها إيه لو حبينا نديلها تعريف مبسط فهي مم. كائنات تحت حيه مم. يعني ايه تحت حيه يعني هي خارج الكائن الحي زي زي الجماد يعني الفيروس أوه. خارج الكائن الحي جمال جمال جماد لا هو مال. هو مشكلته يخش الكائن الحي بالظبط كده ليه؟ لان هو عباره عن حمض نووي اه بروتين وحواليه غشاء بروتين من بره اعتقد يمكن نفس. ده يفسر ليه احنا بناخد الاجراءات الاحترازيه احنا مش عايزين الفيروس ينتقل ينتقل لينا احنا أوه. بنحاول بزبط نمنع ده اه بالظبط تمام حضرتك قلت سنه 38 الفيروس اه. اه. ايه قصه اكتشاف بقى الفيروس وازاي اكتشفوه؟ ايه طيب هو هو يعني يدين العالم لعلماء النبات باكتشاف الفيروس علماء النبات النبات يعني لا علماء الصيدله ولا علماء الطب يعني اه في نهايه القرن ال 19 كانت تجاره التبغ دي تجاره يعني تعتبر رائجه على مستوى العالم التبغ ده اللي هو بيتحط في السجاير صح؟ اه ايه؟ بيستخدم في ورق السجاير وفي تمام. انواع مختلفه من, ال... من يسمى بالدخان يعني تمام فاوراق التبغ دي كانت مصدر ثروه وخاصه الدول الاوروبيه تمام فحصلت مشكله ان بعض الاوراق ابتدى يظهر فيها شكل الفسيفساء وابتدى لونها يتغير وابتدت تبوظ ف... تبوظ فطبعا دي تجاره مهمه فابتدى ابتدوا يلجاوا العلماء فكان في عالم اسمه اودلف ماير تمام وده كان راجل الماني عايش في هولندا تمام فالراجل عمل ايه؟ جاب ورقه من الاوراق السليمه وورقه من الاوراق الـ الـ المصابة. اللي هي المصابه وحطهم جنب بعض لقى ان الورقتين ابتدوا يبقوا مصابين هما الاثنين خد خد الورقه المصابه وابتدى يطلع منها مستخرج ومستخلص ابتدى يحقن بيه الورق السليم لا الورق ابتدى يبقى فيه مشكله برده تمام اصبح في حاجه اسمها عدوى كده ابتدى يكتشف ان في عدوى اه فالدنيا اتطورت شويه وابتدوا يخترعوا الفلاتر اللي بتفلتر البكتيريا فخدوا الخلاصه دي وابتدوا يفلتروا منها اللي بتخ... بتفلتر البكتيريا اه تمام السائل ده هو البكتيريا كانت ساعتها معروفه؟ كانت معروفه في التويد ده تمام كويس ف... فالبكتيريا اتحجزت ونزل السائل تمام فخدوا السائل دوت وحقنوه في النبات السليم برضه اصيبت مره تانيه وده يفسر انت قلته في الاول ان آه. الحجم بتاع الفيروس اقل من حجم البكتيريا من حجم البكتيريا عدى عدى من الفلت كويس طيب. جينا بعد كده للخطوه اللي بعدها ابتدى يبصوا طب هل يا ترى اللي موجود جوه ده آه سم يعني دي خلاصه البكتيريا ده السم بتاعها نزل في عادة فابتدوا يتعاملوا مع الموضوع ده على انه سم. كلمه سم او بويزن بالانجليزيه تعني باللاتينيه او تنطق باللاتينيه فيروس فاطلقوا على السائل ده فيروس ومن هنا جاء اسم الفيروس. السائل ده اللي هو بعد آه. الفلتره اه بالظبط كده تمام كويس جينا لغايه سنه 1938 تحديدا ابتدى يبقى فيه اكتشاف الميكروسكوب الالكتروني تمام فاكتشفوا ان ان ده مش سم ولا ده سائل لا دي دي آه. كائنات جديده ومخلوقات جديده ما كناش نعرفها لغايه التوقيت دوت هي جديده بالنسبه للعلماء يعني بالظبط موجوده نعم طبعا طبعا على مدار التاريخ ولكن هو ده التوقيت اللي ابتدى يتعرف فيه حاجه اسمها الـ 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 الفيروسات ده دي, دي دي الخلاصه ودي القصه اللي, اللي تم بيها اكتشاف يعني فيروس تمام هايل هايل طيب احنا كده وصلنا لمرحله خلاص العلم بقى تمام. امام الفيروس وعلى فكره هو بدايه حل اي مشكله انك تعرف المشكله بالظبط كده ودي اعتقد كانت مشكلتنا مع الفيروس آه. بتاع كورونا ان احنا لسه مش عارفين هو رايح فين وجاي منين آه. بالظبط صح كده؟ جميل تمام. ولكن احنا اتكلمنا على البكتيريا قلنا في منها المفيد وفي منها المضاد اه كويس تمام اه فلما نيجي نتكلم على الفيروسات دلوقتي يعني لازم ندافع عنها شويه ندفع الفيروسات اه لانها لانها سيئه السمعه شويه لان احنا كل معلوماتنا يعني عنها يعني اوعى تقول ان الفيروسات فيها فيروسات مفيدة. فيها مفيدة, وفيها مضره الفيروسات فيها فيروسات مفيده فيها مفيده وفيها مضره ازاي بقى؟ خلينا نتكلم مع حضرتك يعني لو حبينا نتكلم بس نقول ان كل ما تق... يعني كلمه فيروس او كلمه فيروس اول ما بتتسمع بترتبط بالمرض يعني اه يعني دي مجموعه قليله جدا من الفيروسات اللي هي تمردت على عالم الفيروسات وابتدت تصيب الانسان وتسبب المرض. حضرتك لك ان تتخيل ان كف الايد الواحده عليه 10 مليار فيروس 10 مليار نوع من الفيروسات اه تسمى بالعاثيات او العاتيات. البكتيريو العاثيات او آه. البكتيريوفاج بكتيريوفاج اه تمام دي مسؤولة عن ايه بقى؟ دي مسؤولة عن تخليص الانسان من الجراثيم البكتيرية على مدار اليوم باعداد تصل للملايين فده خط دفاع اول لا ثاني يا فندم كده؟ دي عبارة عن كائنات دقيقة الفيروس بيعمل ايه؟ زي ما احنا قلنا لازم يعيش جوه الكائن الحي عشان يتكاثر بالظبط فهي بتخترق البكتيريا نظرا لانها اصغر منها في الحجم تمام وبت... تبتدي تتكاثر جواها لغايه لما البكتيريا تبتدي تنفجر وبالتالي البكتيريا ما بقاش لها وجود فدي وسيله من وسائل الدفاع اه يعني احنا خدنا هنا الفيروسات كعلاج من البكتيريا ب... لا هي كوقايه او كوقايه الله سبحانه وتعالى جعلها في هذه المنطقه كوقايه او في الجسم بصفه عامه ده خلينا اسالك السؤال بشكل عام بقى تمام. عايزين نتخيل لو مفيش فيروسات بقى طيب هاجي لحضرتك يعني هو السؤال كده لو طب انت بتقول هي هي ايه الحاجات المفيده او الفيروسات آه. المفيده وبعد كده نقول لو دي اختفت ايه اللي هيحصل لو اتكلمنا على الاكسجين اللي احنا بنتنفسه هتلاقي ان 50% من الاكسجين مصدره البكتيريا مصدره الفيروسات اسف 50% من الاكسجين م. اللي احنا بنتنفسه مصدره الفيروسات تمام كويس لو لا مش في 20% طبعا. لا 20 في دي كلها احصائيات آه. هنلاقي إن 20% من الميكروبات بيتم التخلص منها عن طريق الفيروسات بالفكره اللي قلت لحضرتك فيها عليها دي مع ان هو الفيروس يخش جوه البكتيريا بالظبط يتغذى عليها ويوقف المعلومات الوراثيه بتاعتها ويجند البروتين بتاعها برضه هنا يبقى في, في سؤال طب ممكن هو يروح على بكتيريا مفيده لا أنا هقول لحضرتك هو, آه. هو طبعا هو في بعض الأحيان بيكون هناك في فيروسات مضرة ودي اللي بتسبب هذه المشاكل <applause> ولكن دخوله على البكتيريا ده نوع من انواع العلوم الحديثه جدا ان تلاقي بعض البكتيريا بتبتدي تقاوم المضادات الحيويه وما بقاش فيها اي استجابه لاي مضاد حيوي ابتدوا النهارده يعتمدوا على الفيروسات في علاج بعض هذه الامراض المستعصيه وابتدى الفيروس يعتبر الفيروسات الموجهه تحديدا كقذائف بتتعامل مع الخلايا السرطانيه الموضوع كبير مش عايزين دخل الـ لا انا بس انا في آه. سؤال الكلام ده امتى بقى يعني قصدي اقول آه. الكلام ده تم اكتشافه امتى الكلام ده حضرتك في العشر سنه فعل. في ال20 سنه اللي فاتوا اكتشفوا ان الفيروسات ليها دور ايجابي كده. في الوقايه من بعض الامراض بالظبط كده لا وانا هاجي لحضرتك في بعض الحاجات كمان المفيده يعني وجد ان في جين بشري الجين البشري لا احنا مش اه عايزين اه بعض الحاجات احنا اه ممكن طيب نقعد 10 ساعات بيمين. وممكن نقعد 20 حلقه نتكلم اه على الفيروسات المفيده اه ان في جين بشري مصدره فيروسي يعني 8% من الجينات اللي بيتم تورثها في الانسان مصدرها فيروسي مم. 8% دول فيها بعض الجينات كفيله بتحوير بعض البروتينات اللي بتدي معلومات وراثيه بتحافظ على المعلومات الوراثيه بتاعت الانسان لأجيال يعني تمام. فخلينا نقول دي المجموعه المفيده من الفيروسات اللي م. ممكن نستفاده منها في اغراض طبيه واغراض علاجيه م. وزي ما قلنا ان الاكسجين بنفس الفكره كده 50% من الاكسجين بتاعنا مصدره الفيروسات وهتلاقي حضرتك ان, إن تغذي الفيروسات على البكتيريا الموجوده في المحيطات وفي البحار بيدى فرصه للكائنات الدقيقه الموجوده في البحار لانتاج الاكسجين يا آه. فخلينا نرجع بقى للسؤال المهم لو احنا قضينا على الفيروسات كلها ايه اللي هيحصل؟ لا بس هو قبل ما نرجع للسؤال المهم ده هل ده بتدخل الانسان ولا غير تدخل الانسان؟ لا 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 ده دي, دي كلها يعني يعني, 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 يعني... تدخل الانسان إن هيجيب آه. نتيجه عكسيه لا 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 هي فيخلي الطبيعه مع بعضيها آه كده هي, هي دي آه يعني سنن ربنا سبحانه وتعالى جعلها نعم في الكون بلي. ليستمر الـ الـ الكون بهذا الشكل اللي احنا شايفينه. يعني يعني نقدر نحط الفيروسات تحت مسمى كرات الدم البيضاء بتاعة الكون المسؤوله عن تنظيف الكون. طيب نرجع تاني للسؤال بقى لو اختفت آه لو اختفت الفيروسات وصلنا بالظبط يوم ونص وتختفي الحياه من على كوكب الارض يعني الفيروسات لو اختفت تماما قصادك 36 ساعه مش هتلاقي كائن حي وهذه دراسات معموله آه بشكل معمق وباحصائيات تؤكد هذه المعلومه زي متحرك الاكسجين والتخلص من الطفيليات والتخلص من الحاجات البكتيريا المضره وخلافه كل دوت ممكن يختفي آه في خلال 36 ساعه او يوم ونص تاثير الفيروسات عليه فتنتشر هذه الميكروبات وتبتدي تهاجم ده هل نوع التوازن؟ ده التوازن البيئي اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله في الكون المحيط بنا. تاني يعني حضرتك بتقول لو الفيروسات اختفت تماما, آه تماماً الفيروسات المضره والفيروسات كل انواع الفيروسات, الفيروسات لو اختفت, اختفت لو هذا الكائن الحي اختفى 36 ساعه بنتكلم في يوم ونص مش هتلاقي حياة, حياه على وجه الكون الا ان شاء الله طبعا يعني ولكن دي دراسات كلها بتؤكد هذه المعلومه يعني هو فعلا لا هي مش الفيروس الغامض هو الحلقه الغامضه حلقه غامضه غامضه يعني يعني اه طيب خلينا نروح لنقطه ثاني اتفضل هو الموضوع شائك جدا على فكره مياه. الفيروسات الجيده حكة آه ما احنا زي ما قلت لحضرتك دلوقتي آه هي بتحافظ يعني على الـ على التوازن الـ الـ البكتيري حتى البكتيريا المفيده في الامعاء وجودها مهم جدا سواء بالنسبه للانسان او بالنسبه للحيوان فبتلعب دور مهم بتلعب دور مهم في الحفاظ على التوازن والحفاظ على الحمايه ده على فكره ده ممكن يبقى لو تم التركيز شويه واعتقد ان العلماء شغالين في هذا الموضوع ده ممكن ينقل العالم كله نقله ثانيه بس نقله ايجابيه طبعا طبعًا, طبعا في الـ في الـ في العلاج وخاصه في التخلص من البكتيريا وخاصه في في العلاجات الجينيه الجديده فده ده علم من العلوم الحديثه جدا اللي بيتم دراسته من علم الا قليلة ف... الحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى يعني خلينا نعيش في هذه الحقبه ان احنا ما بين عدم الدرايه باشياء كثيره وما بين التقدم التكنولوجي الرهيب الموجود دلوقتي. تمام طيب خلينا بقى نتكلم في ايه في اللي بيخص العالم كلها العدوى والفيروسات المعديه وازاي نتعامل مع العدوى طيب آه آه زي ما قلنا من شويه فكره ان الفيروس هو آه بينتقل من كائن حي لكائن حي اخر لانه ما بيستطيعش الحياه في, آه في بره الكائن الحي تمام طيب. فاذا العدوى دي بيبقى لها اساليب كتيره وطرق كتيره اما عن يعني طريق الهواء وده المشهور دلوقتي حاليا موضوع الكورونا والانفلونزا والميكروبات طيب. اللي بتسبب مشاكل بالنسبه للجهاز التنفسي هنلاقي ان عندنا مجموعة من الفيروسات بتنتقل عن طريق الغذاء واشهرهم طبعا فيروس A. بيروس بيروس الكابل دخل الكابل دخل ايه فيروس ايه فيروس الكبد حاجة خاصة بالكبد بالظبط هو فيكل او بينتقل عن طريق الغذاء هتلاقي حضرتك ان في بعض الفيروسات طبعا بتنتقل عن طريق الدم ومشتقاته زي الايدز زي هيباتيتس آآ... سي يعني حاجات كتيرة جدا بتنتقل عن طريق الدم فدي سبل العدوى الخاصه بالفيروسات طيب <applause> العلماء متوقعين في الفتره اللي جايه هيكون في حوالي 1500 فيروس جديد قد يسبب العدوى الانسان وده <تصفيق> تطور <تصفيق> آه. فيروس جديد آه. او سلاله <applause> من فيروس تم اكتشافه سابقا يعني. آه. فمتوقع في خلال 10 سنين الجايين يبقى في 1500 فيروس وارد قوي ان هم يتسببوا في بعض الامراض الجديده يعني اللي ما كانش معروفه من قبل يعني وكل دي احصائيات يعني كل دي احصائيات علميه يعني وارد انها تحصل او ما تحصلش تمام <applause> <applause> بس هو تحصل او, تحصل أو تحصل بس هو ما تحصلش بس هم لازم يشتغلوا مع السيناريو الاسوا اه طبعا ان هي, طبعًا. إن هي تحصل آه الوقايه طبعا عشان طبعًا. ما نحصلش في المشكله اللي حصلت وشلت بالزبط. العالم كله بالظبط وده اللي واضح دلوقتي في فيروس نيبا اللي هو اوريدي الناس العالم كله بيتكلم على انه ممكن يبقى اخطر من كورونا يبقى قصه فيروس نيبا طيب هو حضرتك والفيروس ده مش مش جديد يعني هو تم اكتشافه سنه 98 و99 وتسعة وتسعة في ماليزيا تمام في مزارع الخنازير اكتشفوا آه هي الخنازير ده اه هي سبب رئيسي طبعا ولكن لقوا ان المسؤول عن نقل هذه العدوى هي الخفافيش الخفافيش الحقول او المزارع اللي هي بيسموها الثعالب الطائره يعني فلون الخفاش برضه احد النواقل الاساسيه ولكن ده اكتشف في ماليزيا واتنقل شويه للهند واتنقل لبنجلاديش يعني من توقيت اكتشافه 1998 تقريبا الى اليوم عدد المصابين ألف حاله ألف حالة في ألف على مستوى العالم, على، العالم ولكن هي المشكلة مش في كده المشكلة طبعا. مش في العدد آه. المشكلة إن الفيروس ده شرس جدا وحالات الوفيات قد تصل ل 75% هي دي مشكلته الحالية هو بيصيب إيه يا فندم الأول؟ هو حضرتك بينتقل عن طريق الغذاء يعني؟ بيصيب الجهاز ده الهضمي يعني؟ الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي بيصيب الجهاز التنفسي يخش في الدورة الدموية وينتقل للجهاز التنفسي بسبب مشاكل تنفسية ومشاكل هضمية وإلى الآن هو يعتبر فيروس تحت الدراسة آآ آآ تحت الدراسه ولا, ولا 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 هيتم السيطره عليه هو بص حضرتك الى الان يعني نتكلم في حوالي 24 سنه آه لم يكتشف آه او لم يتحول لجائحه يعني هو هو مرض متوطن في مناطق معينه ولكن بأعداد بسيطه جدا آه. والتخوف كله ان هو يتحول لجائحه عن طريق الانتقال عن طريق الحيوانات اللي هو بيتنقل من حيوانات آه آه يعني متداوله زي الخنازير وكده في بعض الدول بيستخدموها بس احنا برضو عشان ما نخوفش الناس هو آه. هو زيه زي زي ال 1500 نوع اللي بقول لحضرتك عليهم اللي ممكن يكتشفوا يعني هو مش آه. آه مش حاجه تقلنا في الوقت الحالي لان هي آه. دي تحت الدراسه لا وانا آه. توقعاتي حتى غير الوقت الحالي بما ان انت سابق بخطوه يبقى ممكن ازاي تبقى واخد انت احتياطاتك واخد علاجاتك واخد كل الاحتياطات اللي تمنع من انتشار هذا الفيروس بالظبط كده كانت هي مشكله فيروس كورونا بس كان سريع الانتشار فكل يوم بتكتشف فيه حاجه جديده يمكن, يمكن كورونا جه كمصدر للابحاث لتطور شغل اللقاحات وده ان شاء الله ممكن ينعكس بشكل ايجابي مستقبلا يعني من ما تتخدش الفتره والله الطويله دي والله انا اتمنى ذلك اتمنى انت بتقوله م يعني اتمنى ان احنا فعلا نكون احنا على مستوى البلد بتاعتنا نكون اكتر حاجه استفدنا من مشكله فيروس كورونا هو ان يكون البحث العلمي لا في اهتمام اكتر من كده بمراحل. وعلى فكره اهتمامات ماديه واهتمامات معنويه. هو انا هقول لحضرتك على حاجه هو يعني في في مثل كده يقول لك الحاجه ام الاختراع يعني فاحنا دلوقتي في في امس الحاجه آه لاختراع دواء واختراع آه لقاح يعني او تخليق لقاح فطبعا كل ما يكون في ازمه دايما في داخل الازمات بيتولد الخير دايما. طيب. فدلوقتي الخير الموجود دلوقتي وان البحث العلمي قائم على قدم وساق ان هو يوصل لحلول لازمه كورونا ودي في حد ذاتها آه حاجه مفيده مش بس لينا هنا على مستوى مصر ولكن على مستوى العالم جبت سيره العلاج طب مستقبل علاج الفيروسات بما ان احنا بنتكلم على الفيروس الغامض مستقبل علاج الفيروسات على مستوى مصر وعلى مستوى العالم طيب هو حضرتك اتفق على ان الفيروسات بيتم التخلص منها عن طريق المصل او اللقاح المصل او اللقاء. ده اجراء وقائي وليس علاجي صح؟ لا ده العلاج هذا للقضاء على الفيروس ما هو دكتور معلش أوه. صح برضه طيب صحي طيب وصح طيب للساده المشاهدين طيب احنا بناخد الفيروس او اللقاح علشان ما تصابش طيب آه نبسط اكتر يا دكتور في لقاح وفي مصل تمام طيب. ايه المصل دوت؟ نوضح الاول الفرق بين اللقاح والمصل بالظبط كده المصل طيب. المصل هو عباره عن آه مركب من مركبات الدم بيحتوي على الانتي او الاجسام المضاده للفيروسات تمام يعني بحن جسم الشخص اه باخد بقى بالاجسام المضاده للفيروسات بالظبط كده من شخص تاني معافى خدت منه عينه سحبت منها الـ 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 المصل الموجود بداخلها اللي جواه الاجسام المضاده وحقنت بيه شخص مريض فابتدى جسمه يتعامل مع الشخص مريض ولا الشخص عشان امنع انه يتصاب بالمرض لا لا, هنا هنا مريض هنا هنا مريض ده بالنسبه للمصل هو بيستمر لفتره زمنيه قصيره يعني فتره زمنيه المصل ده بحن بيه كنوع بالظبط كده كنوع من انواع م. العلاج مبدئي تمام كويس انت بتديله انتي جاهزه تمام طب نيجي للقاح اللقاح عايزين و... حاجه على سبيل المثال بالنسبه للقاح الحاجات اللي الناس عارفها زي ايه مثلا يعني نعم. هل مثلا شل الاطفال ده اعتبره مصل لقاح؟ لا لا ده لقاح بيتم بيتم اخذه بجرعات ثابته عشان يدي مناعه للسنوات الطويله تمام طيب ده احنا قلنا ان المصل ده الحاجات السريعه سريعه التدخل تمام كويس نيجي للقاح بقى تمام اللقاح هو عباره عن بدي الميكروب نفسه في صوره يا اما ميت يا اما ضعيف بدي الجسم اه بدأ الجسم مكروب يا ميت يا ضعيف تمام كويس المكروب دوت لما بيخش جسم الانسان بيبتدي الانسان يكون له اجسام مضادة اجسام مضادة تمام وبالتالي بتبتدي تتكون ما يسمى بالمناعة المكتسبة ضد هذا الميكروب بس برضه نرجع ونقول ده ده وقاء مش علاج لا ما أنا هكمل لحضرتك الفيروس هو موجود هو مش هينتهي تمام موجود في البيئة المحيطة بينا ولكن احنا بنبتدي نخلق أجسام مضادة فلما اجي اصاب بعد كده باي باي فيروس فانا عندي الاجسام المضاده موجوده في الجسم تمام وبالتالي مش هتع... مش هيحصل معايا الاعراض الاعراض بتاعه الاصابه اه لان إن انا ما اصاب بس مش الجسم عليه وبيبتدي يتعامل معه تمام فده ده باختصار يعني تمام تم طب معلش برضو ما هو برضو منتشر في السوق ان في بعض الادويه يقول لك لعلاج الفيروس الفيروس طب الادويه دي حضرتك بتوقف عمل الفيروسات بتوقف عمل, الفيروسات. بتوقف توقف, عمل الفيروسات. توقف, توقف تمام عمل. كويس وبالتالي ما ما بتتطورش الحاله تمام الى ان الجسم يبتدي يكون اجسام مضاده للقضاء عليه بس هتواجهنا مشكله مع الفيروسات مع الادويه دي آه. ان الفيروسات متغيره وبيحصل فيها كتير تطورات كتير وفي حاجه تانية كمان ايه؟ ان ان اثناء الاصابه بالعدوى الفيروسيه المناعه بتاعت الجسم بتقل وبناء عليه وبناء عليه ان الاطباء بينصحوا بالمضادات الحيويه في الوقت ده على الرغم ان المضادات الحيويه ما بتاثرش على الفيروسات خالص. لا لا معلش صحح معلومه مش احنا المضادات الحيويه بت بتقلل المناعه؟ لا هكمل لحضرتك احنا ليه بندي المضاد الحيوي؟ مم. المضاد الحيوي لقضاء على البكتيريا. تمام كويس؟ المريض النهارده مصاب بفيروس، الفيروس دوت مشكلته في ايه؟ مشكلته ان ان هو بيضعف مناعه الجسم. تمام كويس؟ فبيبقى وارد ان يحصل حاجه بتسمى بالسكندري انفكشن او العدوى الثانيه الثانيه انه يتحول إن في البكتيريا يخش في بكتيريا اه ففي التوقيت ده بندي المضاد الحيوي كحمايه او كبروتكشن من الميكروبات واعتقد ده موجود في البروتوكول حتى بتاع, بتاع مشكله أب الفيروس أب فكرة ان هو بيدي مضاد حيوي بالظبط فكره المضاد الحيوي عشان يحمي من العدوى الثانيه ان ما يتطورش الموضوع ما تبقاش عدوى فيروسيه بس تبقى عدوى فيروسيه وعدوى بكتيريه تمام يعني احنا هنا ننصح الساده المشاهدين ما حدش يتطوع ويتبرع ويروح ياخد كده منه لنفسه حاجات مضادة لفيروس انا بديها كحاجة وقائيه مفيش الكلام ده خالص مفيش اجتهاد لان ده, ممكن يؤدي نتائج عكسيه بالظبط كده لان انت ممكن تعمل سلاله جديده من الفيروسات بسوء استخدامك للدواء بالظبط وهي المشكله برضو نرجع فيها للاساس ان انت لما تاخد دواء انت عملت تطور في الفيروس اللي بينتقل لحد تاني بالظبط كده الموضوع يعني الميوتيشن والطفره ده سببه الاساسي هو المسيوز او الاستخدام الخاطئ يعني تمام تمام فاحنا بننصح ان الساده المشاهدين ما يستخدموش ادويه من نفسهم تمام خالص لا مضاد للبكتيريا ولا مضاد للفيروسات ولا بروتوكول علاجي الا بوصفه طبيه هايل بس هايل سوري طب حضرتك اثرت دلوقتي نقطه المناعه يبقى احنا محتاجين احنا اتفقنا دلوقتي بقى المناعه هي الاساس جميل ازاي بقى نرفع كفاءه جهاز المناعه بتاعنا طيب هو هو جهاز المناعه بتاعنا منذ الصغر يعني وبدايه الولاده بيبتدي يتشكل يعني الانسان بيبقى مولود جسمه بيحتوي على كرات الدم البيضاء اللي بتيجي من نخاع بيبتدي الطفل يعتمد على لبن الام لبن الام بيحتوي على بعض الاجسام المضاده لما الطفل بيتناوله بيبتدي يشكل المناعه اللي عنده يعني فبننصح دائما الامهات بالرضاعه الطبيعيه دي في منتهى الاهميه لان من هي بترفع هي نصيحه ولا اوردر ولا امر آه هي نصيحه طبعا نصيحه لان في بعض الحالات ما هي انها بتفضل آه طبيعيه يعني لما عندها المقدره بعض الحالات اللي آه يعني. ناقص دي ماشي اوكي آه طيب. انما لما يبقى حد قادر آه. وبيستسهل آه. لا يبقى هنا اوردر بالظبط لان برضه مع الاسف الشديد في بعض الناس بتستسهل بالظبط دي اول حاجه طبعا. الحاجه الثانيه ان احنا عندنا المناعه المكتسبه بقى المناعه المكتسبه زي ما حضرتك عارف اي طفل بيتولد بيبقى له كتيب من وزاره الصحه في مواعيد التطعيمات على فكره مهمه جدا هذا الكتيب اللي احنا بناخده نرميه هو ده مهم جدا في نصائح كثيره جدا واهم نصائح فيها هي الجدول الخاص بالتطعيمات بمواعيدها وأنواع التطعيمات اللي يجب انها تتاخد في المواعيد دي. تمام فحرص الاهالي على اطفالهم لازم يبتدي من النقطه دي. مم. لان ده بدايه اعطاء المناعه المكتسبة لجسم الانسان. تمام الخطوه اللي بعد كده التغذيه واستخدام يعني الاكل والمشروبات الصحيه واللي على آه، فيتامين زي فيتامين دي بتحتوي على الزنك بتحتوي على آه، آه، الحديد دي كل الـ الـ الاغذيه الطبيعيه دي بترفع من مناعه الانسان فيتامين سي من الحاجات المهمه جدا بتكلم،, بتكلم في الاطفال دلوقتي صح اطفال وكبار يعني هو التغذيه التغذيه السليمه هي احد المصادر الرئيسيه لرفع الماء اه بس هو في نقطه برضه اسالها لحضرتك في علاقه ما بين اصل دي برضه عادات سيئه عندنا احنا محتاجين م. فعلا كلنا الثقافه الغذائيه دي هل في علاقه ما بين استخدام الحاجات اللي بتحتوي على شجر كتير او على سكريات كتير والمناعه؟ طيب هو حضرتك دور السكر آه طبعا ليه دور مهم لجسم الانسان آه اذا كان في الطبيعية. معدلات طبيعيه المعدلات الطبيعيه ولكن اذا على عن المعادلات الطبيعيه فبيصبح الانسان عرضه لامراض متعدده على راسها السكر مرضى السكر من المرضى اللي عندهم مشكله في جهاز المناعه يعني بتاكل سكريات كتير وانت صغير ممكن بعد كده اه طبعا يعني. طبعا لو فيها يعني في عامل وراثي او سوء استخدام المواد اللي بتحتوي على على سكر بكميات كبيره سيؤدي في النهايه الى الاصابه بمرض السكر آه. فمرضى السكر عندهم مشكله مع الجهاز المناعي بشكل كبير امم فاحنا عندنا مشكله دلوقتي حقيقيه في تناول السكريات بشكل كبير تمام لان يعني كل الاطعمه الجاهزه وكل المشروبات الجاهزه نسبه السكر فيها عاليه جدا امم ودي احد الاسباب للقطع في المناعه امم فاحنا لازم الفترة الجاية ان احنا يعني ننبه بقى ونبتدي نحارب الأربع السموم البيضاء اللي على رأسها السكر طبعاً. إيه السموم البيضاء بقى؟ يعني هتلاقي السكر وهتلاقي الضيق وهتلاقي في بعض الأحيان الكوكايين والهيروين الحاجات اللي هي بيتم استخدامها كمخدرات. اه اه انت بتتكلم عليها اه يعني بصفة آه عامة يعني بين قوسين يعني. اه. ونشويات بصفة عامة، يعني يعني. آه آه نشويات, نشويات والسكر دي في منتهى الخطورة يعني. اه اه. على آه فكرة احنا محتاجين نبقى نعمل حلقة خاصة بالثقافة الغذائية. وحلقه تاني بالثقافه الدوائيه ونربط الاثنين ببعض ان شاء الله لان زي ما انت بتتكلم في ان النشاه هي اهم حاجه واذا كنت انت بترفع جهاز الجهاز المناعه فده بيعتمد على من اول يوم لبن الام فاعتقد ان احنا محتاجين برضو من اول يوم ازاي نتعامل مع انت عارف انا سالتك ليه على موضوع السكريات ده؟ لان احنا من ضمن العادات السيئه في الثقافه الغذائيه بتاعتنا ان الطفل لما يعمل حاجه كويسه نروح نديله ايه؟ يعني حاجه مسكره حاجه مسكره وبعدين الموضوع يتحول لإدمان زي ما كنا بنتكلم في الفقره الاولانيه بقى اصبح الطفل على فكره لو ما ادتوش الحاجه الحلوه دي يبقى عنده مشكله فانت بقى خلاص بقى وفي نفس الوقت الملح برضه يعني لو ضمناه للسموم يعني هتلاقي الملح برضه من الحاجات اللي فيها مشكله يعني الحاجات الملح زياده عن اللزوم قد تؤدي في النهايه لاصابه بارتفاع ضغط الدم م. او مشاكل حصوات او مشاكل في الكلى تمام فبرضه دي من ضمن الحاجات بص هو الاعتدال في كل حاجه في منتهى طبعا والافراط يؤدي لكل هذه المشاكل تمام فاحنا لازم فعلا نؤكد على موضوع الاعتدال في في الاكل وفي الشرب تمام هايل خليني اسال سؤال دلوقتي في مجال البحث الدوائي وحضرتك خبير دوائي وانا قلت وانا مقدمك بتكلم على 25 سنه في مجال الدواء تمام آه عايز اسال ما هو مستقبل في مصر بقى مستقبل سوق الدواء وعلاقته بالفيروسات ايه طيب احنا احنا السؤال الثاني لان انا كنت ببقى حزين على المستوى الشخصي احنا مستنيين يجي الفاكسين من الصين مستني الفاكسين يجي من روسيا معلمني من انا صاحب تجربه في هذا الموضوع ان احنا عندنا كفاءات بشريه غير عاديه يبقى هنتكلم على الدواء بنتكلم عايز الفاكسين او اللقاح القاسي طيب. طب لو اتكلمنا عن الدواء نقول ان القطاع الدوائي في مصر قطاع كبير وقطاع عريض يعني آه هو الفكره ان احنا نتجه الفتره اللي جايه للمواد الخام هو ده اللي فعلا ينقصنا يعني. ان, إن احنا نعمل مواد الخام طيب تصنيع المواد الخام يبقى عندنا ده من الحاجات اللي هتنقلنا نقله نوعيه في مجال صناعه الدواء تعرف انا يعني بيحصل بيصعب عليا وببقى حزين ان بعض الدول بعدينا وبتصنع مواد خام اه فده ده ده يعني الدول العربيه برنامج حضرتك فعلا احنا يعني بنناشد الوزاره وبنناشد القائمين على صناعه الدواء في مصر ان هم يهتموا بهذه الجزئيه تمام يمكن ده ظهر بشكل جلي خلال فتره الازمه في بدايتها بتاعه كورونا لما اتقطعت الامدادات من دول كتير تمام فانت النهارده محتاج فعلا ان انت تصنع المواد الخام وتهتم بصناعتها ده أتخذ ان الدول. انت في الستينات كان عندك مصنع احنا بنتكلم النهارده بقى يعني آه. احنا في في العصر المالي بالتكنولوجي والملي بالابحاث الجديده علشان آه طبعًا. ازاي آه طبعًا. اصنع الماده الخام بالظبط كده تمام بقى لنقطه الفاكسين فده راجع طبعا دي البحث العلمي سبقنا طبعا في الغرب بشكل كبير ولكن الدوله مشكوره مؤخرا يعني ابتدت تهتم بالباحثين وبال... وبالمنح الدراسيه بحيث ان احنا نرجع مره تانية نستثمر في العقول البشريه وده في منتهى الاهميه طبعا يعني الاستثمار في البشر هو اهم من الاستثمار في الحجر بشكل كبير تمام البشر هو اللي بيستطيع تشكيل الحجر مره اخرى تمام يعني. فده فعلا احنا محتاجين للفترة اللي احنا محتاجينه الفتره اللي جايه الاهتمام بال... بالعنصر البشري والاهتمام بالمواد الخام تمام لو نجحنا في دول ان شاء الله الدنيا هتغير بشكل كبير تمام تحب تقولي بقى في نهاية الفقرة بتاعتك النهاردة للسادة المشاهدين تنصحهم بإيه؟ طيب يعني أولا نتمنى إن احنا نكون أضفنا حاجة خاصة بالدراية لا لا حاجة بص أضفت دي أنا طيب يعني الفيروس آه. الغامض لا لا آه. انا بشكرك على اضافتك لضيفه طالب الشخصي وبالتالي بالتبعيه للسادة المشاهدين طيب. الحاجه الثانيه المهمه ننصح الساده المشاهدين بالاهتمام بالصحه تمام طيب. يعني دايما انا بكرر ان الصحه تاج على رؤوس الاصحاء تمام. طيب. لا يراه الا المرضى يعني تمام. ففعلا الاهتمام بالصحه من ضمن الواجبات الدينيه والواجبات الانسانيه الانسان كل ما تكون صحته كويسه كل ما هيؤدي في عمله كل ما هيؤدي يؤدي في في مجتمعه بشكل كويس وشكل ناجح ان شاء الله يعني. عشان كده احنا برنامج اسمه صحتك ثروتك كمان لان هي الصحه بتنعكس على الحاله الاقتصاديه بتاعتك بالظبط كده يعني انت عمرك هتشوف حد هو صحيا مش كويس وقادر ينزل شغله لا صعب طبعا وبالتالي طبع. طبع. مش ينزل شغله ينزل بالتالي هو اثرت على الحاله الاقتصاديه بتاعته بالظبط وده سر من اسرار تسميه البرنامج بتاعنا اللي هو صحتك ثروتك دكتور هاني انا على شخص بشكرك على كميه المعلومات اللي اديتها لي نعم كمية وكميه الافاده الفيروس الغامض خاصه ان لو 36 ساعه الفيروسات مش موجوده العالم ما بقاش موجود دي معلومه في يعني ده من رحمه ربنا علينا ان هو في توازن بيئي ما بين الحاجات هو تدخل الانسان بس في بعض الاحيان بيفسد هذا الموضوع دكتور هاني فرج اشكرك نعم فرق. وان شاء الله على امل حلقه كتير جدا بكميه المعلومات اللي انت لي. شكرا شكرا. آه، النهارده الحلقه بتاعتنا كانت بعنوان المقدر القاطر القاتل والفيروس الغامض. كنا بادين بدايه فيها اكشن شويه في الموسم الثالث بتاعنا ولكن احنا دايما بنحب يبقى برنامجنا جديد في كل شيء. وهو ده من ضمن برضو الاستراتيجيه بتاع البرنامج بتاعنا ان احنا دايما بنبحث عن الجديد، الجديد اللي يفيد حضراتكم. علشان كده الحلقه النهارده كانت عنوانها جديده وكانت موضوعاتها جديده. وعلى فكرة دي بداية موضوعات سلسلة من الحلقات في موضوعات جديدة أه وحشيش, وحشيش ان انا اقول لكم معادي معاكم ان شاء الله يوم الجمعة الجاية ولكن قبل ساعة من دلوقتي وبرنامج واحد حلقات ممكن على قدر منكم صحتك سلامتك اشوفكم على خير